المرة الوحيدة اللي سمعت فيها بتحرك جدي أو محاولة انقلاب غير اللي احنا كنا نفكر فيها واللي كانت يعني متواضعة هي اللي كان عاملها غازي كنعان، وهذه يعني لم يحكى عنها بعد. غازي كنعان كان يعد لمحاولة انقلاب ويعدها بطريقة غير كلاسيكية لأنه الجيش كان ممسوك، فهو كان عم يعد محاولة الانقلابية بوزارة الداخلية، وهذا اللي أدى لمقتله. هو الأمر وصل لدرجة أنه يزج دورة من أنصاره بمدرسة الشرطة بحلب، ويبلغ عددهم حوالي 700 شخص يتدربوا على أساس أنهم شرطة عاديين، وهن بالحقيقة كانوا ضمن محاولة انقلاب، وتم وضع اليد على هاي الدورة، يعني دورة في كلية في مدرسة الشرطة. مدرسة الشرطة هي للتلاميذ الضباط وليس كلية الشرطة للضباط، وهذه في حلب، وتم وضع اليد عليها، ومن ثم تم قتل غازي كنعان. وهذا كلام يعني أنا عرفته من أحد الضباط العلويين أصدقاء اللي كان، وهو من بيت أصلان وكان مقرب من المجموعة هاي، وكان على وشك أنه يكون فيها، وحكى لها بلحظة من اللحظات وشرح لي كل حيثياتها بالأدلة. يعني ففي سيطرة شديدة جدا بهذا النظام، ويعني عدة يعني جهاز في قلب جهاز في قلب جهاز يراقب هذه المسألة. آخر شخص كان مناط فيه بمراقبة يعني الأجهزة المسؤولة عن مراقبة الانقلابات هو كان استلموا صهرهن آصف شوكت.